اليوم نجد أنهم لم يقاتلوهم، بالعكس تعاونوا معهم، ولدينا معلومات مؤكدة اليوم أن هناك تعاون مباشر ما بين الجهاز الأمني التابع لعبد الله صالح وللحوثيين مع القاعدة. من هم القاعدة؟ القاعدة هم مجرمون من بقايا القاعدة التي هزمت في المملكة العربية السعودية، فروا إلى اليمن وأنشأوا ما يسمى بالقاعدة في الجزيرة العربية، يقتاتون على التهريب، تهريب السلاح، تهريب المخدرات، تهريب الأشخاص، ويسيطرون على المناطق الغير محكومة في اليمن كمنطقة حضرموت وبعض مناطق المهرة في جنوب شرق اليمن. هؤلاء هم القاعدة، ويستخدمهم من يستخدمهم، كان يستخدم علي عبد الله صالح من وقت لآخر لعمل التفجيرات ووضع شعار داعش والقاعدة واستجلاب الدعم المالي من الدول الغربية بحجة أنه يقاتل القاعدة، واستخدمهم الآن ضد الحكومة الشرعية حتى يبطل حجة أن هناك أمن واستقرار في المدن المحررة من ميليشيات الحوثية. اليوم يتضح لنا أن الحوثيون لا يقاتلون القاعدة، بل هم متعاونون مع القاعدة، ولذلك نظرتنا كتحالف للوضع كل من يحارب الشرعية والشعب اليمني هي جماعات إرهابية وخارج القانون. القاعدة والحوثيون وميليشيات علي عبد الله صالح كلاهما وجهان لعملة واحدة. منهجيتنا في العمل يجب المحافظة على تكوين الدولة، حكومة يمنية، أجهزة أمنية تستطيع أن تبسط نفوذها في المدن المحررة وتعيد الأمن للمواطنين. اليوم نحن حررنا المكلا وأعيدت الخدمات للمواطنين، أعيدت الكهرباء، أعيدت المياه، وبدأت الحياة تعود وضعها الطبيعي. هذا ما يحتاجه المواطن اليمني اليوم، لا يحتاج أحد يدافع عنه، نحتاج الحكومة اليمنية الشرعية وأجهزتها الأمنية وليست ميليشيات. ولذلك لماذا نحن حاربنا الحوثي؟ إن استمرت الميليشيات الحوثية التي تدعي أنها شيعية سينشأ مقابلها متطرفون سنيون بميليشيا أخرى حتى يوازنوا المعادلة. نحن نقول لا ميليشيات في اليمن، يجب أن يعود اليمن لليمني، دولة مؤسسات يعني. نعم. طيب يعني فيما يتعلق هناك ادعاءات على الجانب الآخر، أنت تتحدث عن وحشية الحوثيين وميليشيات علي عبد الله صالح في التعامل مع اليمنيين، لكن هم يسوقون أيضا إلى وحشية قوات التحالف اللي بتدمر المساجد والمستشفيات والبيوت وبتقتل الأبرياء وتسفك الدماء وتستخدم أحيانا أسلحة محرمة دوليا. هل ده صحيح، أو وقعت أخطاء يمكن أن تعترفوا بها في هذا الإطار، أم أنها دعاية مضادة لتشويه العمليات؟ أولا ليس لهم صفة قانونية حتى يتحدثوا باسم الشعب اليمني، هم جماعة جرامية منقلبة على الحكومة وعلى الشعب، وبالتالي ليس لهم صفة حتى يتحدثوا باسم اليمن، هم جماعة مجرمة بقرار أممي وبالأعراف والقانون الدولي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من ينتهك المساجد والمدارس والمستشفيات هو من يخزن فيها الأسلحة، من يحتمي فيها. معلوماتنا الاستخبارية الدقيقة تؤكد أن أكبر مراكز قيادة وسيطرة لعلي عبد الله صالح والحوثيين إما في أقبية الفنادق أو في المستشفيات أو في المدارس، والجميع يعلم لماذا، حتى يحتمون من ضربات الطيران. اليوم لدينا معلومات دقيقة أين يبيت علي عبد الله صالح ليليا، هو يستخدم منازل السفراء المخلاة من السفارات التي أخليت، ويستخدم مباني السفارات والمبعثات الدبلوماسية الدولية حتى يتجنب الضربات التي يعني يستفيد من حصانات، يستفيد من حصانات بحكم أنه يعرف أنه، ولذلك نرى مستوى الأخلاقي لهذه الميليشيات، وبالتالي يجب أن لا يتحدثوا عن الجوانب الأخلاقية.